اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.